بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحب أشكركم فرسان الإمارات وبوابة العين، يعطيكم العافية جزاكم الله خير. الحمد لله اليوم تم الاحتفال باليوم الوطني الرمزي دولة الإمارات في إكسبو أستانا 2017. ترأس الوفد أخي سعادة منصور المنصوري مدير عام مجلس الوطني للإعلام. الحمد لله لاقى أيضا وفد على المستوى من جمهورية كازاخستان. تم تبادل بعض الثقافات بين الدولتين. أحب من لقاء اليوم معاكم أن نتقدم بجزيل الشكر إلى مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب تكاتف. حقيقة اليوم القيادات الشابة، الشباب والشابات المتطوعين والمتطوعات من برنامج تكاتف أبهرونا، أثبتوا اليوم أن عيال زايد وشباب زايد بالفعل هم قيادات شابة. إن شاء الله راح يقودون دبي 2020 إن شاء الله على أفضل وجه. أيضا أحب أتقدم إلى مؤسسة مصدر وهيئة كهرباء ومياه دبي ومركز محمد بن راشد للابتكار على تقديم الدعم. أيضا أحب أشكر سفيرنا سعادة الدكتور محمد أحمد الجابر سفير دولة الإمارات في أستانا على كل الدعم اللي قدم لنا إياه، وأشكر جميع شركائنا الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والمؤثرين في دولة الإمارات، يعطيكم العافية. الحمد لله اليوم ختمنا وحققنا نجاح الحمد لله في أستانا، وإن شاء الله انتظرونا في دبي 2020. أيضا الحمد لله اليوم كانت مبادرة طيبة من سعادة أخي منصور المنصوري. قمنا الوفد الرسمي لدولة الإمارات بزيارة جناح المملكة العربية السعودية وباركنا لهم بصعودهم إلى كأس العالم. كل التوفيق لهم إن شاء الله في كأس العالم 2018 في روسيا.